اجي وقف حداك، وقف حداك صافي. اجي هنا باش ما نصوروش الدراري. وانا يلا يحفظك صافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدة قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمون. حنا أمام حنا من أمام واحد المؤسسة تعليمية بمدينة أزمون، مجموعة من الآباء والأمهات اللي كيتشكاو في هذه اللحظات، كيتشكاو على وليداتهم كيقراو في الابتدائي، وما الأستاذة ديالهم كيف ما صرحوا كيف ما غاديين يصرحوا، كيقولوا أن الأستاذة ديال الوليدات ديالهم مشات تولد دابا شهرين ونص ولا شهر ونص ربما، ولحد اللحظة مازال ما عوضوهاش، يعني كلهم قلقين كلهم طالع عليهم الدم، كيقول لك نهاية السنة ها هي على الأبواب وحنا وليداتنا مازال ما قراو حتى شي حاجة، وحتى إلا جاو الوليدات كيوزعوهم على الأقسام، يعني الثالث الثاني والثالث والرابع، يعني الوليدات ما كيستافدوا حتى شي حاجة، فقط كيكونوا داخلين الأقسام في المستويات ماشي المستويات ديالهم. الآباء كيف ما صرحوا الآباء جاو تواصلوا مع الإدارة، ولكن الإدارة كان عندها رأي آخر. حنا غادي نعطيهم الكلمة باش يزيدوا يشرحوا لنا ويقربونا من الموضوع وشنو واقع بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو واقع؟ خويا هذه ماشي النوبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هذا ملي دخلنا وليداتنا هنا لهاد المؤسسة أول مرة جابوا هنا واحد الأستاذ الله يشافيه، هو قال لك مرض معدو شي مرض نفسي وكذا وهذه الله يشافيه، جا ما كيتعاملش معاهم بواحد الأسلوب بش حاجة زوينة ولا شي حاجة، كاين الهدرة خايبة كاين بزاف ديال الحوايج، ما علينا هذاك السي مريض الله يشافيه الله نتمناو ليه الشفاء من هذه المناسبة. جا عطاوه خلاه دفع شهادة طبية، مشينا دفعنا قبل النيابة، دفعنا شكاية ديال تقريبا شي 40 تلميذ ولا 50 تلميذ مشاو دفعوا النيابة، دفعنا أنا براسي، جينا دفع شهادة طبية فات تقريبا شي 3 شهور ولا 4 ولا الله أعلم شحال، دابا راه ما عمرو ما جا من وليداتي السنة ما عمرو ما جا، بداو كيفرقوا على 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 الأقسام، يعني هذه ياخذ شوية هذه ياخذ شوية هذه ياخذ شوية، بقينا بحال هكذاك. من بعد جاب واحد الأستاذة ما الله يعمرها دار، أستاذة مريم الله يعمرها دار، خدامة مع الدراري مزيان غادا معاهم، ولكن ديجا راه هما معطلين، راه واحد شهرين ولا ثلاثة ديال الأستاذ هذا اللي ما قراهمش ديجا كانوا معطلين مقارنة مع الأقسام الأخرين. قلنا ما كاين حتى مشكل داز. هاد الأستاذة هذه ملي مشات تولد سدات لي مع على 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 المطابيع ديالهم وعلى الدفاتير والتمارين وداك الشيء، وبداو كيفرقوا فيهم على الأقسام. كيف يعقل بان دري مسكين باقي ما كيعفرط ما بين اللي في الزروطه باقي الله في التحضيري وغتعطيه القسم ديال الخامس ولا الرابع ولا الثالث ولا الثاني، اشنو غيستافد هاد الدري؟ اشنو غادي يقرا؟ اشنو ما كيبان لي انت شحال ملي كنهضروا مع الاستاذ كيقول لك احنا دفعنا لهم وجابوا لنا معلمه، جابوا لي معلمه قال لك جلست لي قدامي السلام عليكم السلام هكا واحد شهاده طبيه في ثلاثة شهور. واش هذا العبث بالتلاميذ بالدراويش بالفقراء؟ يعني واش هما كيقريو ولادهم في البريفي وفي مؤسسات ممتازه وشي حاجه مزيانه وحنا كيجيبوا لنا ما فهمتش، انا ما فهمتش هذه المنظومه ديال التعليم في هذه البلاد هذه ما فهمت فيها والو، ما فهمت حتى شي حاجه، يعني اشنو باغيين يوصلوا؟ ليش باغيين يوصلوا؟ تصور دراري صغار مساكن ابرياء بحالكم يكرفصوا فيهم، سيرتوا العام الاول ليهم. العام الاول دابا مسكينه كاين اللي ما كيعرف والو، كاين اللي ما داخل مسكين باقي ما داخل لا رود لا والو، ما عارف حتى شي حاجه، ما عارف حتى شي حاجه، وغادي تجي غادي تدخل بحال هكا عام كلهم ضاع عليهم، هذا العام ضاع ضاع، يعني من الدراري ما قراو حتى شي حاجه، ما قراو حتى حاجه، يعني دازوا مع الاستاذ الاول اللي كان مريض الله يشافيه مشى، استاذه اخرى سي مشات الله يشافيها الله يفكو حيلها على خير ولدات ولا باقي الله يسهل عليها. هذوك مسائل طبيه ولا صحيه ولا كذا خاص النيابه والاداره هي اللي تحمل المسؤوليه ديالها، ماشي حنايا كاباء ولا كتلاميذ مساكن اللي غادي يضيعوا. يعني ما فهمتش اشنو خليكم تعويض كي خصو يكون في الوقت ديالو، ملي كان الاستاذ الاول مريض خاصهم يدفعوا لي شهاده طبيه في الوقت ديالو، ماشي حتى دوز 3 شهور عاد باش يجيبوا لنا استاذه، وجابوا استاذه ودوزت معهم شهرين ولا 3 شهور ومشات تولد، دابا تقريبا شهرين دابا باش مشات تولدات، والدراري ما قاريين حتى حاجه. ملي كندخلهم عند الاستاذ ديال التحضيري ديال الاستاذ اخر الله يجزي بخير تي قبلاتهم وكذا وهذه، حنا ولينا باغينا غير اللي يقبل لنا ولادنا. قال لك حنا بانه راه النيفو طالع، كاين فرق ما بين ولادنا وولادهم. هذوك الدراري اللي كنقرا على الاستاذه اخرى مثلا الاستاذه خديجه ولا شنو، هذوك فايتين بواحد شهرين ولا ثلاثه شهور ديال القرايه. اشنو غيستافدوا هاد الدراري؟ يعني انا
انا كنت اللي كنفكر انا هو العام الجاي هما من غينجحوهم ولا ضروري غادي ينجحوهم، هما غتنجح ملي غيدخلوا للثاني اشنو غادي يقولوا مع الدراري اللي نجحوا؟ يعني انا بحال اللي هادو خصهم يعاودوا تحضيري هادو. يعني انا كان كيبان لي بان وليداتنا ضاع عليهم هذا العام، هذا العام ضاع. يعني الضحايا مثلا بطبيعه الحال والاباء، لان الدري كيمشي لي عام في عمره راه الاب ديالو هو اللي غادي يتحمس اولي ديالو من القدام في حياته. غادي يقول لي بابا انت اللي ضيعتيني في حياتي لانك ما درتيش لي على حقي. انا تصور دري واحد عنده 17 عام عنده الباك ولا 15 عام عنده الباك ماشي بحال واحد عنده 20 عام. مشينا عند المدير قال لنا احنا دفعت النيابه سيروا طلعوا للنيابه شكيو. انا راه درت معاهم ودرت جهدي سيروا طلعوا شكيو. واش احنا جايين ولادنا للمدرسه ولا نمشيو للنيابه؟ واش ما عندنا وقت نمشيو للنيابه كل مع كل ساعه اي حاجه اي مشكل في المؤسسه نطلعوا للنيابه؟ دخلت طلعنا النيابه على الاقل الاستاذ مسكين مريض ما قلنا ما كاين حتى مشكل راه وقفنا 3 شهور وحنا جالسين ما كاين حتى الدراري كيمشي ويجي ويمشي ويجي وما كيقراو حتى شي حاجه. مشينا النيابه جمعنا توقيعات جمعنا كذا كل ساعه. جمعيه الاباء ما كايناش جمعيه الاباء. ما عمرني ما شفت شي واحد في جمعيه الاباء في هذه المؤسسه هذه. غادي ما نجي نهضر على المؤسسه على ما اخر غير خليني كنهضر دابا على وليداتي خليني نهضر غير على وليداتي وعلى على 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 يديروا لي حل ديالهم. اما اللي جيت نهضر على المؤسسه وعلى شي حوايج اخرين خليني ساكت بقى احسن. يعني المؤسسه بغيتي تقول زعما المؤسسه انها كتعيش في وما كاين لا ما كاين حتى حاجه ما كاين حتى حاجه. شنو نقول لك على المؤسسه؟ ما كاين حتى حاجه. ما كاين لا ساحه فين يلعبوا دراري لا طواليطات مزيانين لا جمعيه الاباء لا واحد الوقت. تخيل انه واحد الوقت حبسوا من الاستراحه كيف يعقل بان الدراري مساكن صغار ما كيمشيوش الاستراحه؟ خليني هكا ساكت وصافي راه كيعطي الله ما يتهدد قالوا. شوف دابا غير المشكل ديال ولادي دابا هاد الوليدات الصغار مساكن الابرياء اللي ما عندهمش ما عرفش شنو غادي نقولوا صافي. مشاهده قناه شوف تي في كذلك كيتواجد معنا احد الاباء حتى هو اللي غادي يصرح ويزيد يقربنا من شنو واقع بالضبط. السلام عليكم. المشكل اللي عندي كنجيب وليداتي هنا باش نقريهم كيجي قال لك الاستاذه مشات تولد شهر ونص وانا كنمشي ونجي. مشينا دخلنا عند المدير قلنا ليه دير لنا الحل قال لك انا سيروا النيابه العامه ما عنديش انا كسبت اليوم ما عنديش من سميتو. وكنطالب دابا من وزاره التربيه الوطنيه يتوصلوا هذا الميساج وفورا يديروا لنا شي حل ان شاء الله. هذا الشيء اللي نتمناه. يعني انتم مده دابا مده شهر ونص وانا كندي ولدي وكنجيبو دابا ما تيقرا ما والو. الا دخل كيفرقوه على الاقسام هذا في البيت الثاني هذا كي فهمتيني ما تيقرا ما والو. وبغينا من هذا المنبر كنقولوا لهم الحل العاجل ان شاء الله. هادشي اللي نطلبوا هادشي اللي نطلبوا من المسؤولين. شهر ونص وانا كندي ولدي وكنجيبو ما تيقرا ما والو. شهر ونص دابا من غير بدايه الدراسه كان واحد الاستاذ مختل عقليا من غير هذيك معاناه اخرى هذيك يعني مريض. يعني الله يشافيه الله يشافيه نتمنوا له الشفاء العاجل. هذا الشيء اللي كاين دابا حنا بغينا غير حل وليداتنا يقراوا. هذا الشيء اللي طالبين ما طالبين حتى شي حاجه كثير بغينا الوليدات ديالنا يقراوا. يعني انتم كاباء يعني كتجيبوا لوليداتكم كيوزعوا من الاقسام وكترجعوا هذا ماشي حل. هذا ماشي حل باش توزع الدراري على الاقسام. ماشي حل واش الدري كيقرا في التحضيري وتحطوا مع مالي الخامس. هذا لا يعقل هذا. ونتمناو من الناس شنو كطالبوا نتوما؟ كنطالبوا غير وليداتنا يدخلوا يقراوا يجيبوا لهم استاذه ولا استاذ يقريهم. هذا الشيء اللي بغينا حتى حاجه ما طالبينهم. وهذا الشيء راه من حقهم وحقوق الطفل راه من حقه يقرا. الطفل راه من حقوقه. هذا الشيء اللي بغينا. يعني ما كيقرا ما والو؟ ما تيقرا ما والو. انا اللي كنقري في الدار دابا كنراجع معاه ما خدامش في هذا رمضان. انا اللي تراجع معاه في الدار تنقريه. ونتمنى من هذا الشيء اللي كنطالبوا غير ولدي يدخل يقرا يدخل يجيبوا لي استاذ ولا استاذ يقرا. هذا هو اللي كاين. نهايه السنه هذه وما جابوا حتى استاذ ما بقى والو. شهر ونص باقي ولا شهرين وما داروا لنا حتى شي حل. نتمنى هذا الميساج يوصل الناس المسؤولين. اذا مشاهده قناه شوف تي في كيف ما كنشوفوا مجموعه من الاباء اللي كيتشكاو امام احدى المؤسسات التعليميه بمدينه ازمور كيتشكاو لحقاش وليداتهم كيجيو تقريبا دابا شهرين ونص وهما كيجيو وكيمشيو وما كيقراو حتى شي حاجه. كانت عندهم استاذه كيف ما صرح كانت عندهم استاذه مشات كتولد ودابا ما كاينش اللي كيعوضها. كيوزعوا مع التلاميذ على الاقسام ديال الثاني ابتدائي والثالث ابتدائي. يعني تلميذ في المستوى التحضيري يعني وكيقرا مع مستوى واحد اخر يعني ما كيقرا حتى شي حاجه كيف ما صرحوا الاباء. مشاهدينا قناه شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعايه الله والى اللقاء. بالسلامه عليكم.